ولكن سيد عواس، بالنسبة لأيضا هذه الصواريخ الأمريكية أو حتى الصاروخ الباليستي الذي مر من فوق الصاروخ الكوري الشمالية الباليستي الذي مر من فوق اليابان، هل هذا أيضا رسالة سياسية من كوريا الشمالية؟ لا، هذه من كوريا الشمالية نعم، هي رسالة سياسية بعيدة المدى 2000 كيلومتر، كان مدى هذا الصاروخ 2000 كيلومتر وعبر فوق اليابان. وهذا إن دل على شيء، دل على أن كوريا الشمالية إذا حدث وأن هاجمتها كوريا الجنوبية ستقوم بضرب يعني كل هذه المناطق بما فيها اليابان التي تتحالف مع كوريا الجنوبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الآن ما زلنا نحن في فترة الخطوبة بين جميع الأطراف هناك، لأن يعني النقطة الأهم هناك هي تايوان وماذا سيحدث بين الصين وتايوان. ويعني من نتائج المؤتمر الشيوعي الصيني سيعاد انتخاب الرئيس الصيني جي، وإعادة انتخابه ستعطيه اليد الطولة بالتصرف كما يريد، وهو من الذين يحبذون احتلال تايوان. هذا يعطيه يعني قوة دفع، وكذلك تحركات كوريا الشمالية أنا برأيي هي ليست بمعزل عن كل هذه الأمور وعن السياسة الصينية البعيدة المدى. هل يمكن تقسيم العالم الآن إذا روسيا معها كوريا الشمالية معها الصين مقابل كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في منطقة الشرق، لنتحدث عن الصراع حالي في هذه المنطقة؟ الصين تنتظر ضعف روسيا، وحتى لو هزمت روسيا هذا لصالح الصين. الصين هي في المقدمة اقتصادية. هزيمة روسيا في أوكرانيا لصالح الصين؟ اسمح لي الصين هي في المقدمة عسكريا واقتصاديا وحتى سياسيا حول العالم، وعلاقاتها جيدة حول العالم. الصين غير متورطة في أي حروب في هذه المرحلة، لذلك هي لم تخرج من هذا المركز الثاني في العالم لإضافة روسيا، لأن روسيا تريد أن تكون رأس الحربة ولا يريدون الصينيون أن يكون هم رأس الحربة. فلذلك ضعف روسيا في أوكرانيا يخدم يعني الأطماع الصينية بأن تكون الصين هي الدولة العظمى الكبرى الأولى في العالم. فلذلك أنا برأيي لن يكون هناك حلف، ولن تسمع ذلك الصين للروس أن يستعملوا كيم جونغ أون في حرب حقيقية، لأن كوريا الشمالية لها حدود طويلة مع الصين، وهذا من الممكن أن يؤثر على أطماع الصين باستعادة تايوان من الحكم الانفصاليين في تايوان. طيب.